الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع تاريخ الهند الذي بدأ من عهد محمود بن سبكتكين في أواخر سنة 90 و300، وبنهاية درس اليوم سيكون قد مضى على الهند تحت حكم المسلمين أكثر من 500 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن الآن مع السلطان محمد شاه ابن مبارك شاه ابن خضر شاه. محمد شاه قدمنا في الدرس الماضي أنه يعني حكم بعد مقتل السلطان مبارك شاه الذي اغتيل من قبل بعض أوليائه. محمد شاه بعضهم يقول أنه الولد من حفيد لخضر شاه، وبعضهم يقول لا، هو ممن تبناه وكان هو يرجع إلى الأمير فريد، لكن يعني المشهور أنه ابن مبارك شاه. هذا الرجل جلس يوم الجمعة بعد استشهاد السلطان مبارك شاه وبدأ عهد جديد، وهو أن رجل يقال له سرور الملك. هذا الرجل كان قد حقد على هذه الدولة، دولة مبارك شاه وذريته، وبدأ ينتقم بطريقة بشعة وطريقة سيئة. لذلك أول ما بدأ هذا اليوم، يعني اليوم جلس محمد شاه، من الغد استدعى المماليك ذوي الشوكة والجماعة في منطقة بيانة، ثم بدأ يستصفيهم، ثم قتلهم وسجن بعضهم. أيضا هدفه من ذلك استئصال بيت مبارك شاه. الذي يرجع للتاريخ يجد أن مثل ما قال ميكافيلي في كتابه الأمير، أن إذا أردت الملك أن يدوم لك فاحصد من كان قبلك، لا بد من تصفية، لا تذر طفلا ولا امرأة ولا مملوكا ولا ما شابه ذلك، تبيدهم عن آخرهم، تبيد خضراءهم. هذا الرجل أراد أن يفعل ذلك، لكن كما يقولون إذا كنت طامعا في الملك فغيرك وجد بابا ليدخل منه أيضا إلى هذا الملك. أيضا بعدما تولى وكسر شوكة المماليك وأصبح الآمر النافذ، بدأ أول ما بدأ يرسل إلى الولايات الخارجية يطلب منهم الأموال التي لم تحصد في تلك السنوات، لأن كما تعلمون الخراج على الدولة والضرائب وما شابه ذلك إنما تؤخذ من الناس لتتقوى به الدولة. أيضا هذا الرجل بعدما انتهى من ذلك دخل معه رجل آخر يقال له يوسف خان. هذا الرجل أراد أن يبعد سرور الملك، هذا الذي تنصب كأنه حاكم فعلي وإن كان الاسم لمحمد شاه، لكن كان القدر لم يوافقه فأسر قتل وأسر عياله ونساؤه. أيضا سرور الملك هذا تبين للناس كافة أنه لا يريد الخير لهذه الدولة، وبعض الناس يكون وجوده نقمة، يعني الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى سدة الحكم وإلى مركز السلطان إنما هدفه لينفع الناس ويضر أعداء الناس، هذه هي قاعدة السلطنة، إنما وجودك لتنفع أحبائك وتضر أعدائك. هذا الرجل لا، إنما بدأت حياته إنما في كيفية استئصال البيت المبارك شاهي. أيضا طبعا الناس الآن تتآلف وتتوازر وتتودد إلى بعضها بغية القضاء على سرور الملك، هو أيضا قد علم أنهم يريدون القضاء عليه. أصبحت الدولة كلها إنما هي أنت مع فلان ضد فلان. بعض الولايات الخارجية مثل ولاية بدوان، مثل ولاية كجراتي، هذه الولايات البعيدة لكنها غنية وعريضة في مواردها، أيضا رفعوا لواء العصيان. طبعا سرور الملك لما علم ذلك بدأ للطبقة الثانية. المعروف أن الدولة لها طبقات، السلطان ثم يأتي الوزير ثم يأتي الأمراء ثم يأتي الأغنياء ثم يأتي أهل الدين وما شابه ذلك، فهو انتقل إلى الطبقة الثانية وبدأ يغريهم بالانتقام من الأولين.
لكن سرور الملك أيضا لما علم أن هناك رجل يقال له كمال شاه، هذا الرجل أيضا يريد أن يحرمه من سلطانه، بعث إليه جيش وبدأ القتال بين كر وفر، وكل يريد مدينة دهلي وهي العاصمة، والوصول إليها أيضا شيء يعني أيضا عسل لقوة تحصينها. بدأت هذه الأمور يعني أنهم دخلوا في حرب لمدة 3 أشهر، جمع غفير من الأمراء يريدون الدخول لدهلي لزحزحة سرور الملك. سرور الملك أيضا هناك منتفعون يريدون استمراره لتزيد ثرواته. محمد شاه وهو الحاكم كان من الضعف بحيث أنه لم يكن له رأي، لكنه كان شديد التربص بأعدائه، لذلك لما دخل جيش عظيم من بعض الولايات عليه أرادوا قتله، يعني حيث أن سرور الملك وأبناء ميران هؤلاء أرادوا القضاء على محمد شاه، لكنه كان حذرا جدا، لذلك في سنة 38 و800 دخلوا عليه بسيوف الغدر إلى خيمته، لكنه أيضا استطاع أن يهرب فقتل سرور الملك في مكانه، لأنه قد استعد لذلك وأحضر أولاد ميران وأمر بهم فقتلوا أمام البلاط. وبذلك قضى محمد شاه على سرور الملك وعلى أولاد ميران. الآن محمد شاه لما علم أن ملكه يتصاعد في قوة قتل رجل يقال له سيد هارون كان كو، أيضا من المحالفين لسرور الملك. الآن الناس لما علموا أن هذا الرجل وهو سرور الملك صاحب الإيذاء الشديد الذي استمر أشهر أنه قد قتل، أعادوا البيعة مرة أخرى لمحمد شاه على أنه حاكم، وفرحوا فرحا عظيما. لكن هناك رجل آخر اسمه ملك الهداد، هذا أيضا أراد أن يكون له نصيب في هذا الملك. محمد شاه أراد أن يصرف الأنظار عن نفسه فسافر إلى الملتان وأراد إخضاعها في سلطانه، وصل إلى مدينة يقال لها مبارك بور، لكن مشايخ الملتان كانت يعني لهم سلطة ولهم قوة، فما كان منه إلا أنه أرضاهم، ثم سمع أن قوم سيهجمون على دهلي، فقام ورجع سريعا في سنة 40 و800 وأرسل جيشا بدله ليحصدوا ما يستطيعون من القوة. لما جاءت الأخبار في سنة 40 و800 أن هناك قوم مفسدون في دهلي، دهلي كما قدمنا أن في أوائل سنة 800 لما دخل تيمورلنك إلى دهلي قد أبادها ودمرها تدميرا، احتاجت إلى أكثر من قرن ونصف لتعود مرة أخرى مدينة عامرة. السلطان الآن المشكلة أن كما قدمنا في الدرس الماضي أن رجل قال له إبراهيم شرقا أو شرقي، هذا الرجل لا زال يتوالى في الهجمات على دهلي بغية الدخول إليها ليعلن نفسه سلطانا. المشكلة دائما كما قال أبو مسلم الخراساني، كان دائما يلعب مع أصحابه ويقول هذا البيت: ومن رعى إبلا في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فالغفلة وأنت صاحب الملك يجعلك يعني عرضة للاغتيال وذهب ملكك، كما قال: أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام، أقول من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. الملك سيزول منك. السلطان لم يتكفل بهذا الأمر، هنا بزغ نجم رجل جديد، وأيضا هذا الرجل ستكون له صولات وجولات مع من بعد محمد شاه، وهو السلطان محمود. محمود شاه بدأ في سنة 44 بالهجوم إلى دهلي، فلما وصلها
وأرسل ابنه، جعل السلطان محمد شاه رجل يقال له ملك بهلول. هذا الرجل أيضا ستكون له معارك أخرى معنا. هذا الرجل ملك بهلول من المناطق التي أو من النسب الذي يسمى لودا. هذا اللوديون هؤلاء سيكون أيضا لهم سلطان. محمود الخلجة هذا الرجل تواجه مع ملك بهلول، تقاتلوا فترة زمنية وفي نهايتها طلبوا الصلح. لما طلبوا الصلح كان علوا لنجم محمود شاه وهبوط لنجم محمد شاه. الآن في قاعدة أن الاعتراف الضمني يسمونه الاعتراف الضمني، الذي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريش. فماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال: قف، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فكونكم يكتب في وثيقة رسمية معتمدة أن محمد رسول الله فهي في الحقيقة اعتراف منه. عندما أكون قويا لا أحتاج أن أخضع للصلح، لكن إذا كنت قويا ثم رضيت بالصلح فيكون الأمر أني أعطيت الرجل الآخر القوة والشرعية، لأن الصلح لا يكون إلا بين أحدهما ضار والآخر الضرر وقع عليه. ومثاله ذلك أيضا في الأدب، الشاعر الفحل الخنذير عندما يهجوه الشاعر فيهجو هذا الشاعر فيرفع من شأن هذا الشاعر. لماذا؟ لأن هذا الشاعر الصغير قد بلغ منك مبلغا جعلك ترد عليه. لذلك يقولون أن رجل هجى الفرزدق وجرير وهما فحل مضر في ذلك العصر، فما عبئ به فأخمل ذكره حتى لا يعرفه إلا خاصة الخاصة من الأدباء، بينما غيرهم مثل عمر بن لجأ. عمر بن لجأ يعني جعل جرير يتجرع الغصص، وهو ليس مثل جرير في قوته وعلمه ودرايته، حتى أن الفرزدق على جلالة قدره وعداوته لجرير طرق الباب على جرير فلم يجده ووجد ابنه، فقال: قل لأبيك يأتيه من علو كما كنت أفعل بك. فقيل للفرزدق: لما لا تهجو؟ قال: تريد أن يقول الناس أن فحلي مضر اجتمع عليه؟ ومع ذلك لما سئل جرير قال: ما هجوت شاعرا إلا خبا. فما بال عمر بن لجأ؟ قال: إني لم أجد بنيانا لأهدمه ولا نسبا فأضع. الرجال ما في خير، لكن أنا قرادة حظي اللي جابتني معه. نعم، فهذا الرجل يعني كانت المشكلة أن محمود شاه لما صلح من قبل محمد شاه كان ذلك رفعة له وانخفاضا للسلطان. لكن ملك بهلول لما خرج محمود حاول أن يقتنص البقايا المتبقية. في عادة في الصلح نعطيك مهلة 3 أيام مثلا أن تخرج بجيشك إلى المكان الفلاني، فإذا تمادى ولم يخرج كانوا في حل من المعاهدة، أو حق لهم أن يطردوهم ويعودوا مرة أخرى إلى المكان المصطلح عليه. لما رأى محمد شاه أن ملك بهلول فعل ما كان يستوجب عليه من قتال محمود شاه في آخر صفوفه أعطاه وجعله يعني مقدما عليه. أيضا أصبح السلطان محمود يبحث عن كل عذر لكي يعني يقتنص الفائدة من محمد شاه. يعني محمد شاه له مدينة، فمحمود يبحث عن السبب، لماذا وضعتم حجرا هنا؟ لماذا لم لماذا رعاتكم يرعون في أرضي؟ يبحث عن كل سبب وإن قل لكي يدخل في هذه الدولة التي هي لمحمد شاه. الآن أصبح الأمر في يد الأمراء، وسلطنة محمد شاه كل يوم تضعف، إلى أن وصل الأمر إلى أنهم رفعوا الطاعة ما بعد 20 فرسخا من مدينة دهلي. إذا قلنا الفرسخ 10 أميال، فهنا عندنا 10 كيلو أو 11 كيلو متر،
10 ضرب 20 يصبح 100 كيلو، يعني أصبحت دهلي لا تحكم إلا مساحة قطرها 100 كيلو، وهذه مساحة تعتبر قليلة جدا على دولة كانت مترامية الأطراف. أيضا الآن يعني لما وصل الأمر إلى هذا المكان وهو بدأت المصالحة بين محمود شاه ومحمد شاه، كتب الله أن محمد شاه يموت ويترك هذه الدنيا بعد أن حكم الهند 10 سنوات وعدة أشهر. الآن حكم بعده ابنه علاء الدين ابن محمد شاه ابن مبارك شاه ابن خضر خان. هذا الرجل يعني فعلا يعني أراد أن يحدث شيئا، لكن كان قد فات الوقت، وهو لم يهيئ أيضا للدولة. طبيعة الملك، طبيعة الملك أنه يبدأ قويا ثم يبدأ كالشيخ، يبدأ طفلا ثم شابا ثم رجلا كهلا ثم تدب فيه الشيخوخة، فتحتاج في كل مرة أن تضخ الدماء. الدولة الأموية من راجعها وجد أنها دولة كانت قوية جدا، لأن كل حاكم يحكمها كان في قمة شبابه. انظر إلى تاريخها، سيدنا معاوية ويزيد ومروان بن الحكم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان. سليمان مات دون 40، يعني ما دخل 40 إلا يعني قريبا. عمر بن عبد العزيز على بوابة 40، وقس على ذلك. فالدماء الصغيرة فيها المغامرة وفيها حب الطموح، أما الشيخ فهو يحب الحياة ويكون متكاسلا. فهذه نفس الصورة في الدول، كلما طالت الدولة كلما صغرت همتها كلما رضيت بالقليل. فهذا الرجل قد وصل إلى الحكم وهو في نفسه ضعيف ودولته ضعيفة، لذلك أراد أن يحدث بعض التغيير. ففي سنة 50 و800 ذهب إلى مدينة يقال لها جونبور، لكن سمع أن بعض الأعداء يريد الغزو دهلي فرجع سريعا إلى ذلك. وهو في طريق العودة رأى مدينة يقال لها داوان أو داون، فهذه المدينة جميلة موقعها جيد، فأراد أن يتخذها دولة عاصمته. قضية الملوك إلى يعني العصور القريبة، الملك كأنه طفل، كما قال سيدنا معاوية لما راجع وجد بعض الرجال لم يحسن مخاطبة الملك فقال له كلمة لطيفة، قال احذر غضب الملوك فإن حلمها حلم الأطفال وأخذها أخذ الأسود. الطفل سريع الغضب، فهذا كذا السلطان، لا تغتر أنه يلاطفك. لذلك من حكمة العرب الجميلة العظيمة، إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا، إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا بالتقدير والمكانة. الآن في سنة 52 بعد 800 انشغل السلطان علاء الدين باللهو وقنع بأقل الموجود في هذه الدولة، يعني لو سمحوا له في مدينة معينة يأخذ أجرها ومكانتها ويترك الدولة كان قد قبل بذلك. فما كان من ملك بهلول إلا أنه علم أن هذه الدولة زائلة، دولة مبارك شاه وذريته، وأن الدولة تحتاج إلى شيء جديد وقوة عظيمة. فلذلك حاصر هذه الدولة ودخل إلى دهلي واستطاع أن يعزل علاء الدين، وعلاء الدين راضي أن يتنازل للملك أو يتنازل في الملك أو بالملك لملك بهلول. وبذلك كانت ولاية علاء الدين 7 سنوات وعدة أشهر. لكنه طلب من السلطان ملك بهلول، قال له أنا عندي استعداد أن أتنازل، لكن تعطيني مدينة داون، هذه المدينة الجميلة التي راقت له، تكون لي خيرها وأترزق منها ويكون قوتي فيها. فرضي الملك بهلول. ملك بهلول هو ابن، يقولون هو ابن سلطان شهلودي الملقب بإسلام خان،
وكان إسلام خان من أمراء خضر خان ومبارك شاه الكبار. لذلك يعني كان مهاجمة ملك بهلول إنما جاءت حمية لهذا الدين وأنفة أن يعني تضعف هذه الدولة في هذا يعني الوقت العصيب الحرج. أيضا يعني يقولون من العجائب، طبعا المؤرخون يذكرون كل شيء، وبعض نقاد التاريخ يستغربون أن كل رجل عجيب غريب لا بد أن تحدث له قصة مماثلة في هذا الدور. وهو ما هي القصة المماثلة؟ هكذا: رأى في المنام أن شعاعا خرج من قبل كذا فحدث كذا، أو كان جالسا عند شيخ فقال من يفعل كذا وله كذا. قصص تدور حول هذه الأمور، حتى أن الدولة العباسية نفس الطريقة بثت بين الناس أن ملكها يخرج من خراسان، وأن لهم رايات سود، وأنها تكون بعد ملك كذا. هذه القصص ربما تخرج من باب أن الإنسان لا بد أن يصدق شيء، مثل ما قدمنا في إحدى الدروس عن تيمور لنك أنه قيل له أيضا ذلك، أو أنه يدعى له وما شابه ذلك. يعني شبيب بن يزيد الخارجي قيل أنه قالوا لأمه مات شبيب، فقالت كيف مات؟ قالوا قتلا. قالت ليس صحيحا، وفعلا لم يكن مقتولا. فإحدى المرات قالوا لها مات ابنك شبيب، قالت كيف مات؟ قال غرق في النهر. قالت صدقتم. قال كيف ذلك؟ قالت رأيت في المنام أنه خرج مني شهاب، والشهاب نار، والنار لا يطفئها إلا الماء. فهذه القصص قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. بهلول هذا الرجل كان هناك المجذوب. المجذوب هم فئة من الصوفية، لهم هيئة خاصة وكلام خاص. هذا المجذوب فجأة قال أليس منكم شخص يشتري ملك دهلي بألفي تنكة؟ هكذا بدون مقدمات. فما كان بهلول معه 1600 تنكة وبعض الدراهم، فأخذ وأعطاها لهذا الصوفي، فأصحابه لاموه. فهو ذكي، قال لهم يعني الآن أنتم تلوموني أنني أعطيت وصدقته، والأمر دائر بين شيئين، فإذا وقعت فيكفي أني نلتها مجانا. 1600 لا تعتبر شيء، يعني أنا كسبت ملك دهلي بهذا المبلغ الزهيد، وإن لم تحدث هذه النبوءة فلن يخلو من أجر خدمة الصوفية، فأنا في الأمرين مكتسبا صادقا. أيضا هذا الرجل استطاع أن يعني ينتصر على بعض الولاة، وهو معروف باسم حسام خان. هذا الرجل استطاع أن يهزم بهلول، فقويت سلطته جدا جدا جدا. من مشاكل التي تمر على الإنسان اتخاذ بعض القرارات دون مقدمات، يعني اقتل فلان يقتل فلان. علاء الدين كان من أخطائه أن حسام الدين هذا كان له بعض الأتباع، فبعض الوزراء قالوا له يعني لا يستقيم أمرك حتى تقتل هؤلاء الأعوان، فبدون تفكير ولا روية أمر بقتلهم، وبذلك يعني يفتح بابا للآخرين في التمرد عليك. أيضا هذا ملك بهلول استطاع أن يقتحم بعض الولايات، ودخل في ملكه رجل يقال له محمود ملاوة، وبذلك استطاع ملك بهلول أن يقتحم إلى دهلي وقطع خطبة علاء الدين وخطب لنفسه. يقولون أنه في هذا الوقت الذي هو سنة 852 و800 بدأ عصر ملوك الطوائف في الهند. بدأ عصر الطوائف في الهند الذي بدأ في الأندلس كان في سنة بعد 400. بعد 400 هجريا بدأت ملوك الطوائف بعد قيل مقتل هشام المؤيد. هنا في الهند بدأت ملوك الطوائف، يعني كأن التاريخ يعيد نفسه، هي 400 500. كذلك حتى الدولة العباسية، الدولة العباسية بمقتل المتوكل بدأ سلطة الترك في سنة 200
1947 لما قتل بدأ تحكم هؤلاء الأتراك، ثم بدأت الدول تنمو. الآن هؤلاء الذين جمعهم سلطان بهلول أراد، يعني هو حاول أكثر من مرة فتح دهلي قبل أن يتنازل له السلطان علاء الدين للملك، وبدأ يعني تتوالى الأمور حتى استطاع في آخر أمره أن يفتتح دهلي وتنازل له السلطان عن ذلك. يقولون سلطان بهلول لما يعني حتى تعرف قوته أنه أول الأمر كان عنده 9 من الولد، يعني الرجل ليس صغيرا، يعني الرجل قد يعني توج نفسه وعنده من ذريته من يسانده، هذا أولا. ثانيا يعني عنده من الأعوان والوزراء والقادة والمفكر، يعني ممن تصلح الدولة بهم أكثر من 34 شخصا، هؤلاء قادة ووزراء وكتاب وعلماء، وهذا عدد يعتبر كبيرا. أيضا كان قد فاقهم بشيء آخر، أنه كان ملتزما بالصلاح والشريعة الغراء تمام الالتزام، وهذه قدمنا أن الهند كانت مشكلتهم أن بعضهم يتساهل في الحدود وشرب الخمر وما شابه ذلك، أما هو فكان هذا الأمر يعني ممنوعا عنده، وكان يسلك المسالك الشرعية في كل الأحوال، ويتشدد في العدل والإنصاف، ويقضي أكثر الوقت في مجالسة العلماء ومصاحبة الفقراء، ويتفقد أحوال الرعية. الآن كانت هناك مشكلة أن محمود شاه وبهلول بدأت الصراعات بينهم، أقوى رجلين في هذه المنطقة محمود شاه وبهلول والملك بهلول، فبدأت الأمور يعني تختلف بينهم. هناك رجل قال له حميد خان، هذا الرجل ليس يعني يقل ذكاء عنهم ولا مكرا ولا دهاء، لكن وجوده في دولة بهلول مشكلة، يعني لن آمن غدره. فبدأ بهلول يلاطف ويداهنه، فقال الأمر الذي أستطيع به أن أقضي على حميد شاه أو حميد خان، يعني أراد أن يتضيفه، يعني يأتيه إلى بيته، يعني في كل يوم يأتي إلى حميد خان ويسلم عليه حتى يطمئنه، إلى أن يعني حانت الفرصة والفكرة للقضاء على حميد خان. فكان عنده بعض الجنود الأفغان، فقال لهم إذا ذهبنا إلى حميد خان ونحن ضيوف افعلوا أشياء غريبة. فمن تلك الغرائب أنهم كانوا يعني يضعون أحذيتهم في خصرهم، ويضع بعضهم أحذيتهم في طاقة أعلى رأس حميد، وبدأوا يحدثون أشياء غريبة، منها كانوا يعني يلعق بعض الأفغان الجوه، الجوه هذه حساء هندي يلعقه ليس يشربه، يعني هي في إنائها وهو كالهر أو الأسد في لعق هذا الأمر. أيضا أكل الورود، الورد يشم لا يؤكل. فبدأت الغرائب مرة بعد مرة بعد مرة، حتى استطاعوا أن يأتوا في لحظة من اللحظات يقولون أعطنا بعض بساطك نتبرك به، حتى إذا اطمأن حميد خان إليهم دخل بهلول في إحدى المرات، فدخلوا بعده مباشرة مع أنهم ممنوعين، وعذرهم نحن خدم حميد خان ندخل عنده كما يدخل بهلول، هو خادمه ونحن خدام. فما كان من أحدهم وهو قطب خان إلا أن أخرج قيدا من تحت إبطه وقال لحميد خان إن يعني الدولة لا تحتاج وجودك، فتعذرنا في أننا نلقيك في السجن أيضا، ووضع في السجن. وبذلك سيطر ملك بهلول على دهلي دون منازع. الآن بهلول ذهب إلى الملتان لضبطها، ذهب إلى دهلي واستطاع أن يجعل بعد أكثر من 15 فرسخا بعض الحدود حتى يعني لا يدخل عليهم العدو غفلة، استقامت له الأمور. لكن كانت مشكلته هي محمود شاه، هذا الرجل الذي يعني قضى مضجع بهلول، لأنه كان رجلا قويا شديدا ماكرا صاحب سياسة عظيمة. فبدأت الآن الصراعات بين بهلول وبين محمود شاه، في كل مرة يعني يتصالحون ثم يعودون. إحدى المرات
استطاع أن يقبض على بعض قادة البهلول وأودعهم السجن، فلما أراد قتلهم قامت له أمه وهي بيبي راجة. هذه المرأة كانت حكيمة عاقلة صاحبة ديانة، فطلبت منهم عدم قتل هؤلاء الوزراء الذين كانوا لبهلول، لكن كانت يعني الأمور قد وصلت إلى قمتها في السوء، فما كان من محمود شاه إلا أنه أعد جيشا عظيما أكثر من 30,000 وأكثر من 200 فيل، وبدأوا يهاجمون دهلي، لكن كان أيضا بهلول حسن التسلح حسن الإدارة، فما استطاع أن يعني يتوصلوا إلى نتيجة. بعد قتال استمر أياما طويلة إلى أن رجعوا مرة أخرى إلى المصالح. في هذه المرة قالوا يعني في سنة 55 و800 أرادوا أن يعني يبدأوا صلحا جديدا، لكن قدر الله وما شاء فعل لم يتم الصلح، فأرادوا الغزو مرة أخرى. محمود معه الفيل، الفيل كما قدمنا دائما يستخدم في الحروب في الهند، لكن بهلول كان ذكيا، عنده بعض الرماة المتقنين ماهر في الرماية، بسهم واحد يستطيع أن يوقف الفيل، يعني يضربه في مكان في مقتل الفيل لا يستطيع أن يتقدم. فسبحان الله أصاب بعض القادة الذين عند محمود شاه فمات، وبذلك خسر شيئا قويا، فاضطر محمود شاه إلى أن يتصالح مع بهلول مرة أخرى، لكن هذه المرة الصلح أن يستمر 4 سنوات، يستمر 4 سنوات. بعد 4 سنوات تجهز محمود شاه لغزو دهلي، ومعه أيضا في هذه المرة يعني أفيال ضخمة، ومعه عدة عظيمة، لكن أيضا كان بهلول جيدا حسن الإدارة، ثم اضطر إلى أن بعد القتال بعد أيام أننا نعمل صلحا آخر يستمر أيضا 3 سنوات. لما انتهت 3 سنوات كان قد توفيت هذه المرأة الصالحة وهي بيبي راجة، ويعني لم يستطيع أن يصل إليها، فما كان من أحد الذين كانوا مأسورين عند محمود من أصحاب بهلول ويقال له حسين، إلا أنه قال أنا أستطيع أنا بالحيلة أن أنهي على بهلول، لكن ما كانت يعني الحيلة قد انطلت كامل الانطلاق، فبذلك نجا بهلول من هذا المأزق الخطير. لكن في هذه المرة كان قد بلغ الضعف في محمود شاه ورعاياه، وبدأت قوة بهلول، لكن أيضا يوما لهم ويوما عليهم، في إحدى المرات وهم هاربون أصحاب محمود شاه استطاع بهلول أن يعني يقتنص بعض الأمتعة والأموال والأحصنة والأفيلة حتى يعني تقوى بذلك أكثر من ذي قبل. الآن جاء رجل آخر وهو الحسين، هذا السلطان يعني بمنطقة يقال أكوالير، لكن ما كان معهم يعني قوة محمود شاه، لذلك يعني محمود سلطان بهلول لما علم أن حسين يريد الغزو له قال رجع مرة ثانية إلى دهلي حتى يحميها من هذا الهجوم الكاسح، لكن حسين لما رأى انكفاء بهلول عائدا إلى دهلي انتهز الفرصة وقبض على أمراء بهلول الموجودين في منطقة يقال لها جون بور، لكن أيضا ما كانت المقاومة قوية فأعادوا مرة أخرى الهروب، وبذلك خسر أشياء كثيرة، إلى أن حانت يعني سنوات طويلة من سنة 50 و400 إلى أن 50 أو 45 و800 إلى أن وصلنا إلى 95، يعني انظر إلى المرحلة الطويلة هذه كلها، وبهلول من معركة إلى معركة ومن ثغر إلى ثغر حتى يعني استطاع أن يثبت الملك ويوسع دائرة دهلي مرة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى قد اختاره لجواره بعد أن حكم 38 سنة
وثمانية أشهر وثمانية أيام، وهي مدة طويلة جدا قضاها الملك بهلول في إعادة الأمن والاستقرار لهذه الدولة، لكن بموته بدأ عهد جديد من الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا، وصلى الله على محمد.